ليس هنالك فرص للإطار التنسيقي في الصدر بأنه على استعداد للحوار حتى مع ائتلاف دولة القانون بشرط، يعني على الرغم من أنه السيد مقتدى الصدر يعني أعطى وقتا كبيرا جدا لأطراف الإطار التنسيقي ليلتحقوا به وترك الباب مفتوحا، وحتى هذا اليوم أعتقد بأنه الفرصة لا تزال موجودة لدى بعض أطراف الإطار الذين يسميهم الصدر بأنهم يحسن الظن بهم. الفكرة أعتقد بأنه ما صدر من التغريدة، طبعا قبل الحديث عن المعارضة، هو سمى الأطراف الإرهابية التي تمارس أنشطة إرهابية وشخصها، يبدو أنها واضحة جدا هي أطراف سياسية وتنتهك سيادة الدولة، وآخرها كان الاعتداء على مطار بغداد قبل أيام. إذا نتحدث أيضا عن خيار المعارضة، أعتقد بأنه يخاطب أطراف الإطار التنسيقي بما في ذلك طبعا ائتلاف دولة القانون الذي يعترض عليه الصدر. أفهم شخصيا من تغريدة الصدر بأنه على استعداد للحوار حتى مع ائتلاف دولة القانون بشرط أن يكون في المعارضة وليس ضمن التشكيلة الحكومية. فبالتالي أعتقد بأنه الباب ربما لا يزال مفتوحا. هناك مؤشرات على أنه ما يسعى إليه الإطار التنسيقي من تعطيل جلسة السابع من شباط المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، هذه المؤشرات بدت واضحة بأنه النصاب الجلسة سيكون متحقق، وأيضا عدد الحاضرين ربما يفوق 240. قبل ساعة من الآن أنهى الاتحاد الوطني اجتماعه وأصر على تمسكه بمرشحة الدكتور برهم صالح، وهذا يعني بأنه الاتحاد الوطني سيحضر جلسة البرلمان وقد يفوق العدد أو يقارب 250 نائب. فبالتالي ليس هنالك فرص للإطار التنسيقي، الفرص تضاءلت منذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذه اللحظة، حتى مبادرة السيد بارزاني. أعتقد بأنه رسالة الصدر واضحة، ثبات على موقفه فيما يتعلق بحكومة الأغلبية أو على أقل تقدير برفض جهة معينة وطرف واحد من الإطار التنسيقي. لا أعتقد أنه مهما كانت هنالك مبادرات وحوارات وضغوطات قد تثني الصدر عن هذا الموقف. لا تزال أعتقد بأنه الفرصة لدى بعض أطراف الإطار إن كانوا يريدون أن يلتحقوا بالصدر أو أن يذهبوا لخيار المعارضة، وهذا هو الواقع الذي يفرض نفسه على الجميع.